ألعاب الرعب اشتهرت بالخرعة أو الجمب سكير، لكن أحياناً في لقطات مرعبة وشاطحة في الألعاب العادية، وراح أعدد لكم أهمها. كلنا يعرف لعبة هيتمان، وطبعاً فكرتها الأساسية أنك تغتال الهدف في كل مهمة، لكن مين منا يعرف أنه في شبح يظهر لك فجأة لو طلعت من المراية؟ مو بس كذا، تقدر تروح مكان معين وتلقى الشبح نفسه وتقتله. ماريو تعتبر لعبة مليانة بالألوان والرسوم الجميلة، يعني أخش تتوقع أن يكون فيها شيء مرعب أو مريب. لكن في سوبر بن جالكسي، في لعبة سوبر ماريو جالكسي 2، بداية المرحلة لما تشوف الكاميرا فوق راح تشوف هذا المنظر. وش ذولي وليش جالسين يراقبون ماريو من بعيد؟ شيء يخرع الصراحة. في ناس هكروا ملفات اللعبة واكتشفوا أن اسم الظلال هذولي هيل فالي سكاي تريز، ولما تترجم عربي تصير أشجار السماء في وادي الجحيم. لعبة بلاك اند وايت تعتبر لعبة خليط بين العاب سيمز والعاب الاستراتيجي. فكرتها انك انت نوع من الالهة وتحاول تدير حياة شعوب. والشيء المخيف في اللعبة مو انك كل ما مات شخص تسمع كذا، لا، الشيء المخيف هو تخيل انك انت مسجن في اللعبة وجالس لحالك في البيت والساعة 12 بالليل وظلمة ومع عندك غير شاشة كمبيوتر قدامك، فجأة تسمع من غير سابق انذار صوت نادي باسمك. فات ليه؟ مين؟ مين؟ حاجة تخرع صح؟ طبعاً فكر أن اللعبة نفسها تشوف الاسم اللي انت حاطه في البروفايل الويندوز وتقول الاسم، يعني ما أعتقد مع الأسامي العربية تنفع، بس حاجة مريبة. ألعاب باتمان اشتهرت بالأكشن والقتالات اللي فيها، لكن لعبة واحدة كان فيها هذا. شفتوا كيف؟ صراحة ما توقعت أن أشوف شيء مثل كذا في لعبة باتمان، خاصة الجمب سكير ما كانت متوقعة. سلسلة زلدة مثل ماريو تعتبرون العاب لي آخر شيء تتوقع يكون فيها رعب ولا حاجة مريبة، لكن في مقاطع كثيرة. لا 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 لا، مو قصي تنقل. وش ذا أصلا؟ لا لا، أقصد أشياء مثل الأبو اللي تحول في الدولاب، وتمثال شبيه لينك اللي في ماجورز ماسك، لكن ما في شيء جهز المقطع هذا في لعبة تويلت برنسس. المخلوق هذا تساعده بعد جلس يتأمل في المراية، وبعدين جمب سكير. مين كان يتوقع في لعبة زلدة راح يكون فيها جمب سكير؟ وهذه كانت الخمس أشياء. أعطوني رأيكم في الحلقة واكتبوا الكومنتات إذا كان في لعبة ما ذكرناها، وإذا عجبكم فيديو شاركونا وعطونا لايك وشاركوا في القناة عشان تجيكم فيديوهات رهيبة مثل هذه. كان معكم فهد الشيحة، مع السلامة.